فاز برشلونة على غريمه التقليدي ومضيف ريال مدريد بهدف نظيف في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا. جاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 26 عندما حاول المدافع البرازيلي ميليتاو إبعاد كرة الإيفواري فرانكيسيه من أمام المرمى، إلا أنها اصطدمت به ودخلت في شباك فريقه. وسيلتقي الفريقان في 5 إبريل المقبل في برشلونة.